نركز جدا على هذا الموضوع، كيف احرز سان داونز 9 أهداف في دوري المجموعات. طبعا هم فرقه بتعتمد على الاطراف بشكل كبير جدا، تمام، وبيمتازوا دايما بالعرضيات والتمرير الطولي على الاطراف او في العمق. فنبص على ال9 أهداف اللي هم جابوهم، هنلاقي ان اغلب ال4 أهداف من ال9 تمرير طولي في ظهر المدافعين. ايه المقصود بكلمه ظهر المدافعين دي؟ يعني سواء المساكين او الباكات، دايما هم ممتازين بحده التمرير الطولي على الطرف، يطلعوا كلهم سوا. بعد كده العرضيه من سيرينو اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو هيبقى ناحيه الشمال رقم 10. يعني التمرير الطولي يبقى لازم يبقى هناك تقريب من المدافعين، خط الدفاع ووسط الملعب، وفي نفس الوقت محمد الشناوي ياخد باله ويعمل حساب ان هو يلعب زي ليبرو كده في الملعب. والعرضيات احنا لو لاحظنا 2-1-1 ده، لما نيجي نجمعهم هنلاقي 4 كرات عرضية جاي منها اهداف. فده ياكد ان الفرقه دي بتعتمد على الاطراف بشكل كبير جدا، خاصه عرضيات الراجل رقم 10 سيرينو. نعم. فاذا النهارده الراجل لاسارتي بادئ ب4، هيامن ب3 ارتكاز. محمد الشناوي دوره مهم جدا في مباراه النهارده، خاصه لانه مميز بالخروج على الكرات العرضيه. ان شاء الله النهارده يكون موفق في الحته دي. يمكن لو بصينا على الصور بقى ازاي نطبق الكلام ده، يعني ازاي بيجي فيهم تمرير طولي، ازاي بيجي فيهم عرضيات. ايوه، هنلاقي يمكن اول صوره هنلاقي ان في تمرير طولي في ظهر المدافعين. هم دايما لما بيجي يطلعوا بيعملوا تمرير طولي على ظهر المدافعين، يعني زي الصوره دي، بس في الاغلب بيعملوه على الاطراف. على الاطراف اهو، بص بص حضرتك، تمرير طولي على الطرف اللي بيعمل تمرير طولي للمهاجم. دي نموذج للصوره دي، هم دايما بيطلعوا على الاطراف. هو المشكله هنا ايه؟ شايفين حضراتكم المساحه اللي ما بين اخر لاعب من سان داونز وحارس المرمى؟ بصوا المساحه الكبيره دي تسمح بالكلام اللي انت بتقوله، ولكن لو المساحه دي مش موجوده ومقفوله بشكل جيد، اعتقد هيبقى من الصعب. والنهارده جداً. عشان كده لاسارتي بادئ باحمد فتحي مع محمد هاني ناحيه اليمين، يعملوا ستاره، يعملوا مثلثات. ان اقوى يبقى احمد عنده. فتحي ومحمد هاني ورمضان صبحي مثلث، يقدروا يقفلوا الحته دي. والناحيه الثانيه ندفد ومعلول واجاي يقدروا يعمل مثلثات النهارده لاسارتي في الجبهات دي، اللي احنا هنشوفه. الصوره اللي بعد كده برضو هنلاقي تمرير طول نفس الشكل. بص حضرتك، بيطلعوا دايما بتمرير طولي على الطرف. أيوة. ويعملوا كره سريعه من خلال ايه؟ اختراق من الاطراف، الطرف الايسر. دي اهدافهم دايما. برضو الصوره اللي بعد كده هنلاقي برضو اهو، بص حضرتك طلعوا على الطرف، مساحة كبيره جدا هنا، فعامله للناس كل الصور. دي اهداف، يعني كل الصور دي. الراجل الباك الشمال ده اللي هو الجناح اللقاي اللي احنا قلنا احتمال ممكن يبدا، برضو لقاي اللي هو ده اتلعبت له من سيرينو، عمل العرضيه بجون. دي حالات بتبين الصور. طبعا اخطر لاعب عندهم اللي احنا قلنا عليه سيرينو رقم 10 اللي هو 28 سنه من اورجواي. اللاعب ده ليه اخطر لاعب؟ في 5 مشاركات لعبها في دور المجموعات هو اكتر لاعب عامل اسيست في الفرقه، عامل 4 اسيست. اكتر لاعب صانع فرص، يعني محور اداء الفرقه، عامل كام فرصه؟ عامل 11 فرصه. اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، يعني مهاري، عامل 8 مراوغات. احنا عندنا رمضان اعلى لاعب في الفرقه عامل ايه؟ مراوغات، عامل 11. اكتر لاعب في الفرقه عامل كرات عرضيه، رغم ان هو على الورق مهاجم، اللي انت تستغرب ان هو اكتر لاعب عامل كرات عرضيه، عامل كروس. نعم. بنسبه دقه 36%. ده بياكد ايه؟ بياكد ان اللاعب ده دايما مهاجم متحرك. هم عندهم ايه؟ لا مركزيه، عندهم حريه حركه في الهجوم. المهاجم سيرينو ده بيتحرك على الاطراف بشكل مميز جدا، عشان كده قلت لحضرتك ممكن يبدا بيه جناح. يعني اللاعب سيرينو ده ممكن يتحول صانع العاب، ممكن يتحول وينج، مميز قوي وبيبقى غير مراقب. ارقامه هي مقارنته مع اجاي، هنلاقي ان هو لعب 5 مشاركات، اجاي برده لعب 5، اجاي جاب هدف، سيرينو ما بيجيبش. سيرينو دايما مميز ان هو اكثر تاثير في الصناعه، يعني جايب 4 اسيست، عامل 11 فرصه راح على الجون 11 محاوله بنسبه دقه 45%، نسبه كويسه جدا. نعم. وهو زي ما قلنا اكتر لاعب صانع اهداف، اكتر لاعب صانع فرص، اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه. سيرينو اللي هو من اورجواي ده. عشان كده النهارده لاسارتي بادئ باحمد فتحي بالحاله الفنيه العاليه اللي كان بادئ عليها في ماتش الاتحاد، مع محمد هاني، مع رمضان قدامهم، ان شاء الله ان هم يقدروا يكونوا مثلث يعمل بلوك قوي جدا قدام سيرينو. دي يمكن اخطر لاعب عندهم. وبرده لو عرضنا الصوره اللي بعد كده هنلاقي اهي، دي بص حضرتك، دي عرضيات سيرينو اللي هو ناحيه الشمال. ايوه. عندهم تلاقي الباك اليمين اللي هو مورينا ده لما بيلعب باك يمين تلاقيه بيخترق. عندهم الباك اليمين دايما بيخترق للعمق. بيخترق ويجيب اهداف. دي اول صوره. الصوره اللي بعد كده برضو عرضيه من ايه؟ اهو بص حضرتك، ده الباك اليمين اللي هناك اللي في الصوره اهو، الباك اليمين مورينا اللي جاي من بعيد، اللي جاي من بعيد دايما. هم بيعملوا الحركه دي، الباك اليمين بص، وخلي بالك مفضيين الحته اللي هي الباك الشمال دي، بص مفضيينها ازاي. فلازم علي معلول واللي هيلعب قدامه غالبا عمرو السوليه، او يعني هو أو الاقرب ندفد. او ندفد واحد فيهم، فهو يبقى واخد باله من الجزء ده، لانه يبقى واضح جدا يا دكتور. قبل بس ما نروح للمقارنه ما بين رمضان وزواني،
ان لاسارتي درس الفرقه دي بشكل جيد جدا، درسها بشكل جيد بدليل ان هو لعب بهذا الشكل وبهذه الطريقه. انا بصراحه متفق معاه في التشكيل، تشكيل نموذجي يمكن. انا بس عندي حاجه واحده بس، انا كنت افضل رغم ان حاله مروان في الفتره الاخيره اعلى من ازارو، بس انا كنت شايف ان ازارو في الماتش عشان المساحات، عشان المساحات في الماتش اللي بره ملعبه. انا وجهه نظري العكس، كل حاجه ليها وقتها. رمضان من اللعيبه اللي مروان من اللعيبه، مروان كلهم ولادنا، من اللعيبه اللي بتجري في كل حته، يعمل يتعب اللعيبه، يتعب المدافعين شويه. وبالتالي خلي بالك، انت قلت لي الاعمار اللي ورا كام؟ 35 32 33. انت محتاج حد يخبط في اللعيبه في المدافعين شويه، وبعد كده ابتدي بقى انزل الرايق بتاعنا ان شاء الله، ربنا يكرمه ويبقى حاجه كويسه في هذه المباراه. خلينا نروح نعمل مقارنه سريعه ما بين زوانيه ورمضان صبحي. زوانيه ده تاني، ده هداف الفرقه، هي اعمارهم كبيره معظمهم على فكره. زوانيه ده على فكره لعيب دولي في منتخب جنوب افريقيا اللي هو رقم 18، ده لسه كان لاعب برده مع منتخب جنوب افريقيا في التوقف اللي فات. هو هداف الفرقه في البطوله، جايب 5 اهداف في دور المجموعات، جايب 4، عامل اسيست. تاني اكتر لاعب في الفرقه صانع فرص، عامل 6. خطورته ان هو دايما بيبقى جناح شمال بيقطع للعمق ويسدد على المرمى، والفينش بتاعه مميز قوي. يعني دقه محاولاته واصله ل 57%، يعني تكاد تقترب من ال 60%. الفينش بتاعه مميز، جايب 4 اهداف، هداف الفرقه. وده برده هيلعب ناحيه مين؟ ناحيه احمد فتحي وناحيه محمد هاني، عشان كده هو بدا بمحمد هاني وفتحي. ليه؟ لان الجبهه دي فيها سرينو وفيها زوانيه، اخطر 2 لعيبه في صن داونز. المراوغات الناجحه طبعا عند رمضان اعلى 11، ان شاء الله رمضان يتصدر القائمه بنهايه البطوله. اكتر الاثنين عاملين 4 عرضيات، الاثنين من نوعيه اللي بيخترقوا للعمق، عشان كده تلاقي الاثنين عرضياتهم مش كتير. الاثنين نوعيه الايه، رمضان عايز يرقص ويخش ويعمل الاسيست زي ما عمل لصالح جمعه كده. زواني برده نفس الكلام، عايز يخش ويسدد. طبعا زواني مميز برده بحته التاكلينج في الدور الدفاعي، مميز بيه قوي، يمكن ده ثاني اخطر واحد عندهم. بعد كده في الحارس الاوغندي دينيس اونيانجو اللي احنا اتكلمنا عنه. انا بصراحه هو يعني احسن حارس في افريقيا 2017 2018، بس انا بشوفه لما نشوف نقط الضعف هنلاقي ان داخل فيه تسديدات كتير. تمام، يمكن هو ارقامه ما بينه وما بين محمد الشناوي هنلاقي ان هو يعني استقبل اهداف. يعني هو مثلا لعب 5 مباريات حافظ على نظافه شباكه، هدفين بس، مرتين بس، دخل شباكه نظيفه، دخل فيه اهداف 3 اهداف في 5 ماتشات. ايه الفرق ما بينه وما بين الشناوي؟ الشناوي ارقامه اعلى بكتير، يعني الشناوي استقبل مثلا 2 هدف بس، عامل كلين شيت 3 مرات. لكن هو بيحضر تمرير طولي اكتر من الشناوي، عامل 100 تمرير طولي في 5 ماتشات، يعني 20 في الماتش. دليل ان هو بيبني، بيعمل تمرير طولي كتير، بيعتمدوا عليه وبيثقوا فيه، راجل خبره. في بعد كده برضو كيكانا اللي هو قائد الفرقه في وسط الملعب. خلينا نقول يعني حاجات اهم واقوى شويه، توقيت احراز الاهداف في صن داونز، لانه ده مهم جدا يا احمد. ماشي، توقيت علشان الوقت بس. توقيت احراز الاهداف، هم هنلاقي في ملحوظتين في توقيت احراز الاهداف في الرسم البياني. هنلاقي ان الفتره المفضله لصن داونز في تسجيل الاهداف ربع ساعه الاولى، ربع ساعه الاخيره من الشوط الاول، من الدقيقه 30 للدقيقه 45 جايبين فيها 5 اهداف، 25%. الملحوظه الثانيه هنلاقي ان هم في بدايه كل شوط ونهايه كل شوط بيبقوا فايقين، يعني بيجيبوا اهداف في بدايه كل شوط ونهايه كل شوط، لكن في النص دايما بتحس ان هم قليلين شويه، فانا حذاري من الحته دي. بدليل ان الدقيقه الاخيره، الربع ساعه الاخيره برضو جايبين تقريبا فيها 4 اهداف. طبعا. تمام، كيف بقى استقبل صن داونز نقاط الضعف بقى، اللي هي نقاط الضعف، يعني كيف استقبل صن داونز 5 اهداف في دور المجموعات؟ ازاي بقى هو الراجل اللي صار